بعض الفيديو آخر، فيديو آخر كذلك من الفيديوهات اللي تعبر كثيرا على، نعم، هذا اللي كان يتكلم عليه السي عمارة بارك الله في هذا. إذن نعم نعم هذا، وهذا الرد التركي. شكرا للزملاء. نعم هذا الرد على شارلي إبدو اللي قالت تركيا ما عادش محتاجة إلى دبابات. نعم، لأن الزلزال فعل فعله ودمر، وبالتالي ما عادش في حاجة تركيا. ثم جاء الرد بهذا الكاريكاتير المعبر. نعم، شكرا لكم الزملاء. ثم فيديو آخر كذلك، يعني للعائلات اللي نعم، صور. أعطينا الصور اللي بعدها بالزملاء بعد إذنكم. نعم، تشوفوا السيارة يبتلعها الطريق، هذا في مدينة أنطاكيا. نعم، شوفوا قوة ربي عز وجل في رمشة عين. وشوفوا هذا الولد بفضل الله عز وجل بعد حوالي 90 ساعة يعني خرج معافى ولباس أمر الله عز وجل. نعم، خلوا الصوت معليش. Tamam, çocuk ayrılmıyor sudan ama tamam. Aynen nasıl tabii. Tamam, giydirelim hatta. Yavaş yavaş ara ara vereceğiz böyle. Güzel bir şey yaparsa tuttururuz. Evet. Hadi من كرامات ربي سبحانه وتعالى أن، نعم نعم الفيديو اللي بعده كذلك، الفيديو اللي بعده كذلك في سوريا. شوفوا المشاهد في مدينة إدلب. دمار شامل، دمار شامل، نعم فعلا دمار شامل. هذه ليست صواريخ، هذا رب صانع الصواريخ ورب الصواريخ. ولو ثقنا في رب صانع الصواريخ ورب الصواريخ ما عادش تخوفنا كثير الصواريخ، لأنه ربي عنده الأسلحة متاعه من الذرة إلى المجرة، ومن كورونا إلى ما يمكرون أصلا وما يمكن أن يفعلهم بأنفسهم أعداءنا. ولكن السؤال، هل نحن في المستوى أم لا؟ شوفوا بعض المشاهد، كان ثم صور. خلوه الصوت مثال، معليش خلوه اللي بعده. نعم نعم يا حجي، الحمد لله على سلامته. والله عايشين وطيبين وما في احسن منه، والله عايشين. هلا صور. هذا والله العظيم مبارك قطعة الأمد، ما حدا عم يطلع، ما حدا عم يطلع ولا ميت. أجل خمس طوابق كلها كاتبة فوق بعضها، شفت بعينك؟ ما أدري شفتك كريم. أبو الصير أهلين قصة هذا الرجل، معليش زملاء خلوني نعلق. قصة هذا الرجل حضر القبور لأبنائه، حضر القبور لأبنائه. وهذه قصة ما كنتش تشوفوها في هوليوود، ما كنتش تشوفوها في السيناريوهات نتاع الخيال الواسع اللي فيه خيال بعض السكارى والحشاشين. هذه قصة من الحياة. يا الله، الرجل حضر قبور ليدفن أبنائه، و
وهو مش مصدق أنه جاء الخبر أنه أبناءه أحياء. فيه تصويرة كذلك بربي ال 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 يا الله 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 يا الله، كم من دروس وكم من عبر هذا خارج السينما وخارج خيال الإنسان وخارج ما وخارج دور السينما وخارج شركات الإنتاج العملاقة. الحمد لله رب العالمين، نحن هلا موجودين بحارم بمشفى حارم، الحمد لله رحنا عند الأطفال اللي نعم شكرا لك. متى في هذا القدر بربي في تصويرة، تصويرة متاع اللي هازي شيع في سوريا، اللي هازي شيع في خوه على دراجة نارية. نعم يا ريت كان ترجعونا للتسلسل هذاك الله يخليكم بعد إذنكم. شوفوا هذه الصورة، سوري يشيع أو يشيع على دراجة نارية بهذا المشهد، لكن السيارات متاع سباق السيارات بارك الله ما شاء الله بالمليارات في الإمارات. ثم إنكم تسألون سي عمارة الودرني. سي عمارة. نعم أخي بقداد. احنا نعيش وحبينا نشارك السادة المشاهدين، طبعا القنوات تعطي بظهرها لهذه المآسي، السيت كوم ماخذ مكان وكل شيء ماخذ مكان، وبرجك بالحنة وبرجك بال 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 بالأبراج والدنيا الكل موجودة. هذه المآسي لم تجد وقت لها قنواتنا التلفزيونية، قنوات الدعارة، فنحن أردنا أن على الأقل نعيش شوية من ألام من يألم من إخواننا هناك. تفضل سي عمار. أخي مقداد، لا نلومهم، لأن بالفعل الإنسان الشريف والإنسان صاحب الضمير الحي، الإنسان الذي فيه الإنسانية في داخله، لا يمكن أن يحيد عن مثل هذه المواضيع. أما هؤلاء يا أخي صراحة، يعني بكل صراحة من الأخر، لا ننتظر منهم شيئا. هؤلاء ليسوا إعلاما، هؤلاء مخبرون في ثوب إعلاميين، يعني منتحلي مهنة الإعلام، ونعرف تاريخهم وماضيهم. يعني تسمعوني يا أخي مقداد؟ نعم أسمع فيك. نسمع فيك. نعم أنا أسمعك. الصورة فقط فقدت من أمامي، لكن على كل حال هذا ناس، أنا شخصيا أخي مقداد لم أعد ألومهم، لأنهم ليسوا إعلاميين. يعني والله عندما نقول هذا الإعلام، شوفوا الإعلام مش عامل، لا، هي منابر محتلة من مخبرين وقوادين ومفسدين وشواذ، كم شيء يعني شادين المنابر. اي واحنا 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 بربي بالله سي عماره، والله يعني انا الحقيقه ما نحبش ديما نكون نفسي ديما اثير الشفقه انا. يعني الى متى يعني هالاعلام اللي تحكي عليه انت هذا ما لقاش رجال اللي نجموا يوقفوه؟ انت ريتش انت اساتذه، بعد اذنك سامحني خويا عماره على خاطر البكائيات برشا، انا نحترمك ونسمع منك، لكن معليش اقبلني مثال، اقبلني بعفويتي وبتفكيري. انت الاعلام اللي تحكي عليه اللي دمر في العائله، شفتش معلمين واساتذه بخلاف الشهريه وقفوا قدام قناه سامي الفهري وقالوا لن تمروا حتى على جثثنا برامجكم والخمر في رمضان مع كل اذان؟ انت ريتش بكل صراحه، يعني مش ان الله لا يغير ما بقوم نعم. حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم لا يعني الإعلام الشيء اللي يعمل فيه الإعلام يخدم صورة المعلم؟ لا. يخدم التلميذ؟ لا. يخدم الدروس الخصوصية المدفوعة الأجر ويعاون على ترسيخ المعلومة؟ لا. يعني بالنهاية على الأقل جماعة التربية هما أولى الناس وأحق الناس باش يكونوا هما الصف الأول في الدفاع عن المجتمع وعن القيم. ايش رايك؟ ثم نوع صحيح اخي مقداد، انا لسه ما نقولش انك غلط، ما انت محق في هذه في يعني التطبيع مع هذا الاعلام، ما يسمى بالاعلام. صحيح ثم عديد من
فئات المجتمع اللي في أماكن حساسة في التعليم كما تفضلت، أو في حتى في الإعلام نفسه ثم ناس شرفاء لكن طبعوا مع للأسف طبعوا مع هذه الحالة وبقوا فيها وبقوا سلبيين. حتى شفنا حتى التطبيع مع كما كنا نحكي مع كيفاش ردة الفعل إزاء الزلازل كانت ردة فعل باهتة، يعني كأنه والله كأنها تنقص إنسانية. لكن تقع فترات مثل هذه، يعني ثم شعوب تصير لها باهتة هيك كما هذه أحيانا. ونتذكر لما الشباب تجمعوا أمام إذاعة دار الإذاعة والتلفزة وأصروا على إخراجهم، شكون جاء؟ جاء وقتها واحد جاء في الليل عقب الليل ترى وين كان، هكا اسمه لطفي زيتون، جاء قالك وكان وزير وقال لهم روحوا تو نحسنوا معاه بالوضعيه، روحوا شباب. اكبر غلطه عملوها وقتي هي ان ما عندناش مجتمع مدني متمرس على المواجهه. والله يا اخي مقداد نتمناك فقط تجي هنا وتشوف مظاهره وتشوف الاصرار والعزيمه كيفاش الناس شاب صحيح، يعني شاد شفت معناها ناهي سلميه ما ثماش سلميه في الظروف هذه. يعني تتعدى على هويتي تقول لي تعمل مظاهره سلميه، اخطب ساعتين وروح، هاي برا وروح شكر الله سعيكم، هيك يبردوا الحكايه. هذا من نعتبرهم في خدمه اكثر، في هم اكثر في خدمه المنقلب والانقلاب والفئات هذه اللي قاعده تعبث بالبلاد من ان يكونوا في خدمه الشعب. يعني خدمة الشعب تتطلب إصرار وعزيمة ومعناها إنفرمتي، كيفاش يقول الإنفرمتي، معناها تتطلب مواقف صارمة ما فيهاش مساومة، بلا مساومة. يعني للأسف الشديد صحيح كلامك صحيح، يعني ما ثماش ردة فعل كلها بردة فعل باهتة يعني للأسف الشديد. نعم.